لبناني لازم تشتري لبناني. جولة صناعة وطن اليوم من البقاع داخل أحد أهم المعامل لإنتاج مأكولات بتناسب سفرتنا وبتغنيها. بيحرص على تقديم أفضل جودة ونوعية للمستهلك بمواصفات عالمية ونكهة لبنانية 100%. فخلينا نتعرف سوا على مراحل الإنتاج والتفاصيل. معمل مشعلين تأسس سنة 1944، تأسس خمارة، رجعنا بعدين عملوا معمل الكبيس، ورجعنا بعدين عملنا خط المربيات والصوصات. عنا تشكيلة كتير واسعة من الأصناف، عبارة عن كبيس على أنواعه، وعنا كذا نوع مربى. عنا مربيات للمرتبان، المربى العادي تراديسيونيل، وعنا مربى تبع الجاتو اللي هو بيك ستيبل يعتبر، وعنا صوصات اللي هن تبولة، فتوش، توم، تراتور. هدول موجودين بتقريبا كل أنحاء العالم. معمل المشعلاني بيصنع ثلاث عيار أساسية من المنتجات. أول قسم هو قسم الخل والموارد والمزهر، ثاني قسم هو قسم الكبيس والمخللات مثل الكبيس الخيار، كبيس المقتة، زيتون، لفت وغيرها كثير من المخللات. ثالث قسم هو قسم المربى والصلصات، مربى الفريز، مربى المشمش، مربى التين، وكمان صلصات البندورة. وعن جديد بصير عندنا صلصات معكرونة وصلصات للبيتزا لتلبية حاجات الست اليومية. المواد الأولية تبعنا مرتكزة على الزراعة اللبنانية، وعنا خطوط طبعا إنتاج الكبيس هي بترتكز على أكثر شيء على اليد العاملة اللبنانية، وعنا خطوط طبعا إنتاج المربى اللي هي كلها ماشينز أوتوماتيك. أغلب المواد الأولية لمنتجاتنا هي من الأراضي الزراعية اللبنانية، توصل لعنا من هون بتتشعب يا إما بتروح على قسم مكنن كليا لصناعة المربيات تنطبخ بتتعبى وبتتعقم، يا إما بتروح لعند اليد العاملة تنعرب تتعبى بالمرطبين تتعقم كمان لتعطينا المخللات اللي بتوصل على كل طاولة. عنا حوالي 100 منتج بينتجوا عنا هون بالمعمل، وبيتوزعوا بكل دول العالم خاصة أوروبا وأمريكا وكندا. بلبنان منتشرين بالتوزيع بكله تقريبا. نتبع بمصانعنا مواصفات عالمية للإنتاج مع الحفاظ على home made for all homes، طريقة تراديشنال للإنتاج تبع البضاعة بدون مواد حافظة بدون أي أديتيف. نعتمد مواصفات السلامة الغذائية بحسب قانون FSSC 22000، ومنحرص على مطابقة المنتج للمواصفات من استلام المواد الأولية مروراً بعملية التصنيع وصولاً للمنتج النهائي اللي رح يوصل لعند المستهلك. تخضع منتجاتنا على كل المراحل لفحوصات كيميائية مثل pH والأسيديتي وفحوصات ميكروبيولوجية لنتأكد من أنه المنتج آمن للاستهلاك النهائي. نحرص نلبي كل حاجات البيت اللبناني لحتى يكون عنده سفرة غنية ومليانة بجودة عالمية بس بنكهة لبنانية. بنتمنى على المستهلك اللبناني انه يشجع ويكون عنده ثقة كاملة بالمنتج اللبناني وين ما كان بالعالم.